السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي، كنتمنى تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا تمام الصحه والعافيه نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جلابه مخزنيه، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على التعليق ديالكم اللي خليتوا لي في اخر فيديو، شكرا بزاف البنات ومرحبا باي بنت يلا لحقت بالقناه. كما قلت لكم اليوم غادي نشارك معكم جلابه. بالنسبه هنايا عندي ثوب المليفه، انا مني بان ليا الثوب كحال قلت ضروري نشاركو معاكم باش هكا كيبان لكم حتى الكريون في الثوب وكتفهموا مزيان. المهم بالنسبه هنا عندي كوبو طبيعي الحال، هنا كنطوي اول حاجه البنات غنطوي الثوب على الطول ديالو بهذه الطريقه هذه، يعني الطول يعني الحاشيه ديال الثوب، ها هي الحاشيه على الحاشيه بشكل طولي بهذه الطريقه هكا كتخدم المخزنيه. غادا نثنيها على ربعة، نطوي الثوب على ربعة، نطوي الثوب ديالي على ربعة هاد الشكل هذا كامل، غنطويه على ربعة. الطريقة ديالها راه ساهلة، هي راه سهل من الجلابة العادية. هكدا المهم بقا الثوب ديالي مزيان. صافي اخواتي هنايا طويت الثوب ديالي بهذا الشكل هذا على شكل طولي، هنا خليت الحاشيه. الا كانت السيده عامره غادي تستغلوا الحاشيه باش انها كتزيدكم شويه في العبار، ما كان عندكم سيده رقيقه فانكم كتحيدوا الحاشيه وكتاخذوا سنتيم في الخياطه، مفهوم؟ صافي هنايا بهذا الشكل هذا غادي ناخذ الطول ديالي. بالنسبه للطول غادي تاخذوا الطول اللي كيناسبكم نتوما، اللي كيناسبكم نتوما، يعني كل وحده الطول ديالها، وكتزيدوا كتاخذوا الطول العادي اللي بغيتو وكتزيدوا 5 سنتيم ديال لوغلي. انا هذا هو الطول ديالي، الطول اللي خديت هو هذا بهذا الشكل هذا. غادي نجي هنايا غادي نبدا نفصل البياسه ديالي. اول حاجه غادي ناخذ الكتاف، كناخذ العبار فيها الثوب الفوقاني، فيها جوج ثوب الفوقاني، ما كناخذش في هذا اللي لتحت حيت هذا ديجا كنكون مخرجه هنا سنتيم ديال الخياطه ديالي، يعني كناخذ غير في الخلف ديال البياسه. غناخد 20 سنتيم في الكتف، هاهي 20 سنتيم ديال الكتف، وكنزيد 14 سنتيم. علاش 14 سنتيم؟ باش كنطيحو في الكتف، يعني كنزيدو 4 سنتيم ديال البياسة المخزنية، مفهوم؟ هنايا البنات لهنا غنهبط ب 3 سنتيم، يعني البلاصة اللي هبطت بيها هنايا ب 14 سنتيم هبطت ب 3 سنتيم. كنجي هنايا كندير 8 على 3، 8 على 3، وكندير التقويره ديالي ديال العنق هي هادي. هنا كنهبط من هنايا كندير الخط ديالي لهاد 3 سنتيم اللي هبطت بها، مفهوم؟ هنايا ها هي 3 سنتيم اللي هبطت بها. هنا البنات غندير 25 سنتيم، 25 سنتيم هي قاعده، الا كانت السيده باغا اقل كديروا ليها اقل، اما هاد 25 سنتيم هي قاعده في المخزنيه، اغلبيه 25 سنتيم. هنايا صافي هذا هو الكم ديالنا، هذا هو الكم، يعني هذا هو التركيز. لو نديرو التركيز مثلا غنسموه مثلا هنا تركيز ديال جلابه مخزنيه، يعني التركيز ديال الجلابه العاديه كيكون هنايا، كيكون هكذا، هنايا تحول لينا التركيز هنايا، مفهوم؟ بهذا الشكل هذا. كنجي هنايا مثلا بغيتو البياسه تكون عريضه، بغيتو البياسه تكون عريضه كتهبطوني شان كتجي جبليه، كتهبطوني شان حتى تخرجوا في الزيرو ديال الثوب، اولا كتحاولوا تخرجوا هنا في الجناب، مفهوم؟ كنتو بغيتو البياسه شويه تجي مجموعه، يعني هنا كاين اللي كيدخل في الايفازي، كاين اللي كيدخل مثلا في الايفازي بزاف، مثلا غادي ناخذ مثلا انا عندي هنايا في الربوع عندي 28 سنتيم، اصلا انا الربوع ديال السيده عندها 28 سنتيم. كاين اللي غادي يدخل بهذا الشكل هذا غيدير ايفازي عادي، غيدير الايفازي وغادي تجي من هنايا ايفازي، يعني البياسه كتجي مزيره من هنايا، يعني كتجي عاديه. كاين اللي كيبغيها كما قلت لكم يبغيها كلها عريضه. انا بالنسبه لهاد البياسه شنو غادي ندير؟ ما غاداش ناخذ الايفازي وما غاداش نخليها نيشان. شنو غادي ندير؟ غادي ندخل من هنايا بواحد 2 سنتيم حتى 3 سنتيم باش هكا البياسه تجي عندي ما مزيره ما عريضه وتجي مخزنيه، تجي مريحه. غادي دخلت هنايا بواحد 3 سنتيم و
وكنديروا واحد التقويره بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه، فهم. وهذا الخط هذا، هذا الخط هذا غادي نخرجوه هنايا، ما غاداش نخرجوا الزيرو ديال الثوم، كنا نخرجوا غير هنا في الجناب، غير هنا في الجناب بهذه الطريقه هذه. فوالا هنايا كتجي بهذه الطريقه هذه، يعني ما دخلتش بزاف، درت واحد الدخيله اللي هي خفيفه بهذه الطريقه هذه، كنتمنى انها تكون فوم. صافي، من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نقطع كندخل هنايا كما قلت لكم الدخله تكون صغيره، يعني هنايا كتحكموا نتوما في الدخله اللي بغيتوا، يعني ماشي ضروري ديروا هاد التقويره اللي درت، ممكن ديروا كثار، ممكن ديروا قل، على حسب الرغبه ديالكم. صافي بهذا الشكل هذا. دابا شنو غادي ندير؟ غير غادي نفتح هنايا، غادي نحاول اني نفتح باش نخلي البياسه عريضه من التحت، يعني ما نزيدش نضيقها. الطريقة هادي هنا غير كنبقى تجليب، كنحاول نطلع غير واحد سنتيم ونص اولا، هذا يعني مكنطلعش بزاف، ديجا مكيكونش عندنا الكلوش بزاف، يعني منطلعوش بزاف هنايا، ديجا كيكون عندنا حنايا مكاينش الكلوش، يعني كون مكانت الكلوش كون مكتحيدو الجليب بزاف، لأن دخلت واحد الدخيلة اللي خفيفة عندي نتما. بهذا الشكل هذا البنات غادي نحيدو الظهر ديال البياسه ونخلي الضوفه هنا. البنات خليت الامام ديال البياسه، كنجي هنايا كنهبط ب 8 سنتيم ديال دوره العنق، وكندير التقويره ديالي بهذه الطريقه هذه، بهذا الشكل هذا. كنحاول ندير واحد الغوم. صافي بهذه الطريقه هذه. هنا كنجيو للكتاف، غادي نهبطو واحد السنتيم هنايا، غادي نهبطو بواحد السنتيم، علاش؟ باش دائما ما يغلبش لينا الظهر على الامام، باش ما تبقاش ترجع البياسه اللور، يعني ديما البياسه تكون واقفه على الكتاف. هنا واحد الدخيله البنات غير شبيه هكذا، هكا دخلت واحد الدخيله ما بيناش بزاف، يعني ها نتوما كما كتلاحظوا في الامام، باش هكا كتجينا تجيك الكشكشه، حتى في المخزنيه البنات ديروها، سورتو ملي كيكون الثوب غليظ، يعني باش ما تجيكمش ديك هاد البلاصه مخنشه، ملي كيكون الثوب هابط ماشي مشكل، اما ملي كيكون الثوب غليظ باش ما تجيكمش مخنشه، كاين اللي ما كيديرهاش. المهم هنايا انا درتها هنايا البنات، هدا غنحيدو انا بالسورجي، ما غاداش نخلي هاد الحاشيه، غنخلي غير سنتيم ديالي اولا داكشي اللي مخليه انا في الخياطه هو اللي غادا نخلي، من بعد نفينيها بالسورجي. هنايا البنات الباقي ديال الثوب غادا نحاول نخرج منه الكميمات والقب، الكميمات والقب بهاد الشكل هذا. العرض ديالكم شحال خاصو يكون؟ خاصو يكون 25 سنتيم، هي اللي درناها في التركيز، خاصو يكون 25 سنتيم. هكذا البنات، هكذا كندير 25 سنتيم. فوالا هي هادي، هو خط مستقيم. نحاول نقادو،
هاد الشكل هذا. شحال هبطنا في الكتاف؟ هبطنا ب 14 سنتيم. وشحال عندنا حنا في الطول ديالكم؟ عندنا 60 سنتيم. دونك شحال كتبقى لينا؟ كتبقى لينا 46 سنتيم. مفهوم؟ 46 زائد 14 هي 60 سنتيم. يعني هنا غنديرو 46 زائد شنو؟ غنديرو زائد سنتيم هاد الخياطه اللي غادي نخليو هنايا، وسنتيم هاد الخياطه اللي غادي نخليو هنايا. مفهوم؟ يعني نخليو هنايا سنتيم وهنا سنتيم. 46 يعني هي 48 سنتيم. دائما ردوا البال لهذا الشيء باش ما تجيكمش البياسه ماشي هي هذيك. هنايا كما قلت لكم 25 سنتيم محدده هنا، ها هي 25 سنتيم. هنايا ندير دوره لكم شحال بغيتو في الكم ديالكم. غادي ندير 17 سنتيم باش تجي زوينه، ما تكونش مضيقه بزاف. هنايا هنا البنات غادي نجي هنايا ندخل بواحد 3 سنتيم، 3 فقط. هانتوما مشيت بالخط مقاد ودخلت بواحد 3 سنتيم هكا. بهذا الشكل هذا، هذا هو الكم ديالنا. صافي هذا هو لكم، كيجي بهذا الشكل هذا. كنتمنى انه يكون مفهوم. دابا غادي ندوزو للقب. اذا بالنسبه للقب نشوف هنا واش عندي 40 سنتيم. هنا البنات كناخدو 40 سنتيم، ها هي 40 سنتيم. جاتني انا 39 سنتيم، حقاش السيده طويله شويه، هذاك الشيء علاش خليت في الطول بزاف. جاتني 39 سنتيم، ماشي مشكل. هاد الحشيه ما غاداش ناخذها، غادي نجي من هنايا غادي ناخذ 30 سنتيم. مفهوم؟ يعني 30 على 40، خصنا يكون واضح. هنا البنات نطلع ب 10 سنتيم. طلعت من هنايا لهنايا، هنا راه مفتوحه وهنا مسدوده. طلعت من هنايا لهنايا ب 10 سنتيم، وغادي ندخل من هنايا لهنايا ب 11 سنتيم. ودائما كنخلي هنايا كما قلت لكم سنتيم الخياطه، من هنايا لهنايا ب 11 سنتيم، ومن هنايا لهنايا ب 25 سنتيم. هي من هنا لهنا 25، ومن هنا لهنا 11، ومن هنا لهنا 10، من هنا لهنايا 40، ومن هنا لهنايا 30. كنتمنى يكون واضح. هنا البنات غادي ندير واحد التقويره بهذا الشكل هذا. هنا من هذه المسافه هذه غادي نطلع بواحد سنتيم ونص بهذا الشكل هذا، طليعه خفيفه باش غير تجيني واحد الغون. وهنايا كندير واحد الغون بهذه الطريقه هذه باش كيجي كنتمنى يكون واضح. نحاول نوضح لكم الخيو هكذا، كيجي بهذا الشكل هذا. هكذا البنات ها هو القلب ديالنا. صافي البنات كيبقى لي دابا ندوز لها غير السورجي. كنتمنى ان الطريقه تكون مفهومه للبنات اللي باقي عندهم اشكال في جلابه المخزنيه. ان شاء الله نخدم معكم حتى الجلابه العاديه، علاش لا. هذا اخواتي الشكل النهائي ديال الجلابه ديالنا، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا خدمناها بالكطرفيل هكذا كيفاش جات، ودرت لها الطرزه ديال الكطرفيل حتى في الكتاف وهنا في الكميمات. درنا الخدمه خفيفه في نفس الوقت، راه يلا هي اللي دارجه دابا. طبيعة الحال حتى الفتيحات راهم حتى هما فيهم الخدمه.
كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم ديال اليوم. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم تشجيعاتكم، ولا خاصكم شي موديل مرحبا خلو لي في التعليق ان شاء الله نخدمه معاكم. اي اشكال مرحبا. شكرا للبنات اللي دائما كيشجعوني، شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله.